طالب الحكومة يرجعون لنا الأموال اللي أخذها المحافظ، يعني على مود نبني نعمر، يعني ليش هالسكوت هذا؟ يعني لازم يرجعوا لنا الفلوس اللي أخذها المحافظ نبني بها نعمر، يعني هاي من يعمرها هاي؟ غير هذا الفلوس يعني أريد الناس الطالب بها يجيبون المبالغ اللي أخذها حتى أشنو العالم تبني هالجوامع هالبيوت اللي تضررت، الناس ما عندها قوي، ما عندها منين تجيب؟ إذا المبالغ أخذها الفلوس هاي الكثيرة ليش أخذها؟ على أي استناد ياخذها؟ حق العالم، حق الشعب، ماكو حكومة هي؟ لازم يرجعوها لها الفلوس اللي راحت. والله أستاذ هاي يعني أرقام ما شاء الله مليارات، تعمر هاي المدينة القديمة وتزيد يمكن. يعني شفت هسه أنتم من جيتم يعني تاكسي ما يقبل يفوت علينا. ما ماكو شيء، شفت انت تفتر من بدايه التحرير لحد اليوم انت معانا بالمدينه القديمه، شفت شيء تغير؟ كل شيء ما تغير، ابسط شيء الكهرباء 10 امبيرات ايش نعمل بيها؟ و10 امبيرات وصيغه تطفي وعلق، تطفي وعلق. تمام ولا لا؟ المفروض احنا اهل المدينه القديمه يعني مثل ما نقول بالعاميه انكسر المشط بغاسنا. ما نستاهل الشارع؟ سنتين صاغلنا من تحررنا، سنتين ما طاق يعملنا شارع تاكسي. على الساعة والدتي حقمي مريضة، والله العظيم مبوس الشحاطات حش السامعة، ما بس نفوت لنا سيارة تشيلها، سيارات أهل المنطقة ما يقبل يفوت، قال لك تفلشت. كله سبب الفساد طبعا، الفساد هو اللي هذا كله هذا فساد. لو ما الفساد اللي كان هسه تعمرت سنتين تعمر وزيدهم. والله ايش نطالب؟ نطالب بعمل، نطالب ابسط شيء، يعني عندك فلوس ولج بوعدونا ينطونا وماكو. والمحافظ الله يكون، ليش خذ كل هاي المساعدات اللي جت على المدينه كلها هو اخذها وصادرت، واكو دعايه زاد يقولون يريد يرجع. علش يرجع؟ ايش شوفنا حتى يرجع؟ يرحم اهلك. والله انطالب رئيس الوزراء، انطالب فرص عمل هنا، ومثل هيك محافظ لا يرجعوا علينا.